أنا محمود أبو جازي من فلسطين وراح نحضر اللعبة هلا، وبتمنى من كل قلبي ومن كل الشعب الفلسطيني إنه المغرب تفوز، وإن شاء الله يا رب بتفوز وبتصل للنهائي وتأخذ كأس العالم إن شاء الله. لأول مرة بحس إنه العالم العربي والأفريقي وكل العالم يعني كل المتحدين يد واحدة، وإن شاء الله إحنا بنضل هيك بعدين من المغرب تفوز بكأس العالم، إن شاء الله العالم العربي يستمر ويظل متوحد بيد واحدة إن شاء الله. لسه موجود يعني في حماس الجمهور المغربي وحماس الجمهور العربي والفلسطيني بالتحديد، أنا متأكد في كل بيت في فلسطين وكل بيت في العالم العربي كله عم بينتظر النتيجة اليوم اللي إن شاء الله إن شاء الله راح تكون الفوز للمغرب العربي إن شاء الله. أسود الأطلس اللاعبين المغاربة بيلعبوا من قلب ومن روح ومتوحدين يد واحدة، لما الإرادة موجودة وهي القوة موجودة وهذا الحب والشغف موجود راح ننتصر إن شاء الله.